للساعة 4 الفجر وأنا بستنى قاعد أستنى الباص اللي يدخلنا للقاعة فيها، والبنت غيبت معي تقريبا أكثر من ساعتين وهي في غيبوبة لما فاقت. أنا بناشد أبو مازن، بناشد أبو العبد هنية، بناشد السيسي نفسه ابنة رجاء، بنوجه له نداء، صرخة، صرخة أطفال ألم، صرخة أطفال المستقبل، صرخة أطفال الحياة في هالدنيا، نستنجد فيكم، فتح المعبر. نظر يعني يا ابو انس خلال الشهر القادم هذا يعني مستقبل مهدد بخطر يعني كبير جدا، انه بنتهي القبول تبعي، وهذا يعني حيأثر علي ان انا اسجل من دور وجديد واستنى سنه قادمه، يعني دمار، يعني سنه قبل وهي سنه بعد سنتين، بس يعني هدول راحن من حياتي بس لاجل ايش؟ فتح المعبر وسكر المعبر. وطبعا يعني هيني لي 10 شهور بحاول. لدينا مسجلين 15500 مواطن فلسطيني، هؤلاء كل مواطن قدم ملف كامل بيثبت حالته الإنسانية الصعبة. لدينا تقديراتنا 90,000 هم بحاجة إلى السفر. لو تحدثنا عن 3 أيام فتح المعبر سيتبقى كل يوم 500، ستبقى 14,000 من المسجلين الأكثر حاجة إنسانيا. يعني سنقول للمريض انتظر لا تموت حتى يفتح المعبر بعد 3 شهور مرة ثانية.